ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن السبرينج ام في سي وشفنا الكونفيجريشن بتاعنا وشرحنا ايه هو الكونفيجريشن وشرحنا الكود اللي حطيناه. وعشان افكركم قلنا عندنا الويب اكس الويب دوت اكس ام ال، تمام، فيها الكونفيجريشن وده الكونتينر بتاعنا اللي هو اهو، وحطينا سيت للكونفيجريشن برضه وعرفنا البريفكس والسافكس وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. كده احنا عملنا سيت للكونفيجريشن بتاعتنا. جه بقى الدور ان احنا بقى نتستنج على اللي احنا عملناه ونشوف هل اللي احنا عملناه فعلا شغال ولا احنا بنهبد وخلاص. جميل جدا. احنا اخر مره بس عشان برضو نكونوا فاكرين اتكلمنا عن حاجه مهمه جدا، قلنا ان البريفكس ده مكان الفايلز بتاعتنا، تمام، والدوت جي اس بي اللي هي السافكس ده الاكستنشن بتاعنا بتاع الفايلز. قلنا احنا بس مجرد هنرجع اسم الايه الفايل بتاعنا. مش فاهمين برضو وكلامك مش واضح، كلامك غامض شويه، هقول لك ولا غامض ولا حاجه، تعالوا معايا واحنا هنوضحها اكتر. انا هروح في فيو، هعمل نيو، تمام، عندي اتش تي ام ال فايل، تمام، هسميه مين بيج. في اي مشكله؟ فينيش اهي جوه ايه؟ جوه الفيو. جميل، ما فيش اي مشكله، بيكريته، تمام. فهو هنا اهو كريت سمبل اتش تي ام ال عاديه خالص يا جماعه، اتش تي ام ال عادي خالص، تمام. اهو الاتش تي ام ال والهيد والميتا والتايتل، ممكن نخلي التايتل مين بيج، مفيش اي مشكله. وانا هعمل ايه مثلا؟ اتش 1، تمام، اهو، واكتب ايه؟ هاي سلاب. حلو حلو، مفيش اي مشكله. سمبل اي بي اي عادي، قصدي سمبل اتش تي ام ال عاديه خالص يا جماعه، صفحه اتش تي ام ال اهي، مفيش اي مشكله، تمام. خلينا افكركم بحاجه، تمام. احنا قلنا ان احنا عملنا البريفكس ده الايه مكان الفايز بتاعتنا اللي هو اهو ويب انفو فيو، اهو ويب انفو فيو، مفيش مشكله، جواها التمبل بتاعتنا، تمام. طبعا كده احنا عاملين غلط. واحد يقول غلط ليه؟ هقول لك، لان احنا عاملين في الكونفيجريشن بتاعت الويب دوت اكس ام ال في الكونتينر بتاعنا عاملين الايه السافكس دوت جي اس بي دوت جي اس بي، نغيرها نخليها دوت اتش تي ام ال. طبعا دي تفرق يا جماعه. جميل، اه دوت اتش تي ام ال، جميل، عشان هي اتش تي ام ال. لو عاوز تخليها جي اس بي روح كونفرت الاكستنشن بتاع المين بيج لايه؟ لدوت جي اس بي. جميل جدا، ما فيش اي مشكله، تمام. نكمل هنا البريفكس مكان الفايلز بتاعتنا والسافكس الاكستنشن بتاعنا. جميل، اهو البريفكس والفيو ده اسم الايه البيج بتاعتنا، دي اللي احنا هنغيروها، دي اللي احنا هنتحكم فيها، هنرجع زي ما احنا عاوزين، وهنشوف ازاي دلوقتي. والدوت جي سي بي او دوت اتش تي ام ال ايا كان الاكستنشن ده السافكس. اذا السافكس والبريفكس دي حاجه فيكسد ما بتتغيرش غير لما انت تروح تعمل لها ايه سيت في الكونفيجريشن. اللي هنتحكم فيه هو اسم الفايل اللي راجع. جميل جدا. خليني افكركم بحاجه مهمه جدا. احنا البروجكت بتاعنا اول ما هنرنه اتفقنا ان هي اتش تي تي بي، تمام، لوكال هوست 8080. لغايه هنا مفيش اي مشكله، ده البروتوكول بتاعنا اللي هو اتش تي تي بي، ده الهوست بتاعنا بتاع السيرفر. طب سبرينج ام في سي، سبرينج ام في سي ده الايه؟ ركزوا معايا، ده اسم البروجكت بتاعنا اهو، سبرينج ام في سي. حلو كده، اول ما نرنه في اليو ار ال هيفتح لنا ايه؟ هيفتح لنا الرابط ده، تمام. احنا عاوزين اول ما يفتح لنا الرابط ده يفتح لنا صفحه المين بيج اللي هي ايه؟ هالو هاي اسلام. هنعملها ازاي؟ بكل بساطه وركزوا معايا. احنا قلنا اول ما نعمل ران هيفتح لنا ايه اليو ار ال ده. جميل، اول حاجه هنكريت بقى الكنترولر بتاعنا. ايه بقى هو الكنترولر بتاعنا؟ احنا هنكريت كلاس عادي جدا، بابليك كلاس من كنترولر
كلاس عادي جدا يا جماعه. الاسم ده ممكن يتغير زي ما انت حابب، بس خلي الاسم زي ما قلنا قبل كده يعني ايه يبين ترى على البرفورم بتاعه. تمام. جواها فانكشن بابليك سترنج مين بتريتيرن ايه؟ مين بيج، بتريتيرن اسم الفايل بتاعنا بتاع الاتش تي ام ال. تمام. اذا الفانكشن ديت كل اللي بتعمله انها بترجع اسم الفايل اللي انا عاوزه. اسم الفايل اللي انا عاوزه مين بيج. جميل جدا والله، ما فيش اي مشكله لغايه دلوقتي. تمام. اول حاجه هنكريت بقى الكنترولر عشان اعرف السبرينج ان ده الكلاس اللي عملناه ده كنترولر. بنحط انوتيشن اسمها ات كنترولر. الانوتيشن ديت الانوتيشن دي بكل بساطه بتنهرت من ايه؟ من الانوتيشن بتاعت ات كومبوننت. يعني ايه بتنهرت منها؟ يعني بتورثها. فاكرين لما كان كلاس بيورث كلاس، اذا بياخد كل صفاته. كذلك في الانوتيشن الكنترولر بينهرت من ايه؟ من ات كومبوننت. اذا بينهرت منه بياخد كل خصائصه. طب الكومبوننت كانت بتعمل ايه؟ الكومبوننت كانت بتعمل بين في الكونتينر بتاعنا. اذا الكنترولر برضه هتعمل بين من الكلاس ده، واحنا عارفين يعني ايه بين. اتكلمنا عليها في السبرينج كور قبل كده وطبقنا عليها بما فيه الكفايه. جميل. ات كنترولر هتعمل لي بين من المين كنترولر، وات كنترولر بتعرف للسبرينج ان ده الكنترولر بتاعي، ده اللي هتبص عليه لما اجي اكتب في اليو ار ال اللي فوق اي رابط. اذا الكنترولر بيعمل حاجتين، بيعمل بين من الكلاس اللي انا فيه لانه بينهرت من اد كومبوننت. تاني حاجه الكنترولر بيعرف السبرينج ان ده الكنترولر بتاعي. ده اول ما اكتب في اليو ار ال اللي فوق هنا، اول ما اكتب هنا اي رابط هيروح يبص لي في الكنترولر ويعمل لي مابنج معاه. طب ازاي؟ ركزوا معايا كده، احنا عملنا ايه؟ اد كنترولر. تاني عشان لو حد سقط مني. تمام. عملنا ايه؟ عملنا الكلاس بتاعنا وبعدين حطينا انوتيشن اد كنترولر وشرحنا ليه اد كنترولر وبتعمل ايه. اول حاجه بتنهرت من اد كومبوننت بتعمل لي بيت بين في الكونتينر بتاعي في السبرينج من الكلاس ده. تاني حاجه بتعرف السبرينج ان ده الكونتينر بتاعي. يعني ايه الكنترولر بتاعي؟ ان ده الكنترولر اللي اول ما اكتب في اليو ار ال فوق اي رابط هيروح يمابنج مع اي كلاس موجود هنا. مش فاهمين برضه؟ العمليه لسه غامضه. هقول لك ركز معايا. ركز بقى معايا. عملنا هنا اد كنترولر. جميل. ده الكنترولر بتاعنا، عرفنا ان الكلاس ده الكنترولر بتاعنا. عندنا انوتيشن ثانيه اسمها اد ريكويست مابنج. ايه بقى ريكويست مابنج ديت؟ من اسمها لما اعمل ريكويست المابنج بتاعها. اذا لما هنا انا بقول هنا لما ادخل باك سلاش تمام رجع لي ايه؟ المين بيج. يعني ايه رجع لي؟ يعني ايه باك سلاش؟ انا هروح اكتب هنا باك سلاش وخلاص؟ لا طبعا. احنا قلنا ركز معانا، قلنا قبل كده قلنا ان اول ما رن البوج بتاعي هيرجع لي اتش تي بي لوكال هوست 8080 سبرينج ام في سي. ده هيرجعه لنا. اذا ده اول ما رن البروجكت هي ايه؟ هيرنه لي بالايه؟ باليو ار ال ده. تمام. ده ثابت. الكنترولر بقى بيبدا ايه؟ بيبدا من بعديه. من بعديه ايه؟ باك سلاش. اذا اما ادخل باك سلاش تمام؟ طبعا بعد ايه؟ بعد اليو ار ال بتاعي. قلنا ده اول ما رن البروجكت بتاعنا هو ده اللي بيظهر في اليو ار ال اللي فوق. تمام. من بعديها بقى الكنترولر يشتغل. نرجع تاني الكنترولر بقى. لو دخلت باك سلاش رجع لي ايه؟ المين بيج. تمام. حلو. يعني لما دخل لي باك سلاش هيرجع لي ايه؟ المين بيج. المين بيج لوحده مجرد احنا ما عملنا هنا البريفكس والسفكس لوحده هيروح يجيب ده ويخش جواه. تمام. هيخش جوه الايه؟ الفيو اهو. هيلاقي مين بيج فعلا. طب السفكس بتاعته اتش تي ام ال. اذا هيرجع المين بيج دوت اتش تي ام ال. ما فيش يا جماعه اي صعوبه. تمام. تمام. بكل بساطه ثاني عملنا كنترولر على المين كنترولر بتاعنا والريكوست مابنج. الريكوست مابنج ديت ايه؟ ديت فانكشن بترجع لي مين بيج. حلو. انا اول ما اعمل مابنج بعد اليو ار ال بتاعي اللي هو زي ما اتفقنا عليه اتش تي بي لوكال هوست 8080 سبرينج ام في سي، بعديها لما ادخل باك سلاش اهو باك سلاش اهو تمام هتعمل ايه؟ نفذ الفانكشن ديت. الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هترجع لي مين بيج. مين بيج تمام هترجعها لي. طبعا احنا عاملين الكونفيجريشن بتاعتنا السبرينج دايركت لوحده، دايركت لوحده من غير ما انت تعمل اي حاجه، لوحده كده بدماغه هيروح. انت عامل لي البريفكس وبانفو فيو، انا هخش جوه الفيو هشوف هل اللي انت رجعته لي اللي هو المين بيج موجود ولا لا. هيروح جوه. ده موجود. تمام. طب السفكس دوت اتش تي ام ال. دوت اتش تي ام ال هيرجع لي المين بيج.
هو ده كله يا جماعه، ده كل الموضوع في الكنترولر. مش فاهمين برضه ولا اي مشكله، تعالوا بقى نطبقوا كودنج وهنشوف الكودنج هيوضح خالص وهيوضح الامور بشكل كبير. تمام جدا. انا هروح هنا اهو في السورس بتاعنا، السورس ده الفولدر اللي هكتب فيه اكواد الجافا بتاعتنا. اول حاجه هعمل باكج هسميها كوم دوت سبرينج. جميل تمام. ديت المين بيج، قصدي المين ايه باكج بتاعتنا دي، ايه الباكج بتاعتنا الاساسيه. جواها بقى هنشتغل عليه. هعمل باكج ثانيه هسميها كنترولر. حلو. ما تنسيش الدوت طبعا يا جماعه. الدوت معناها جوه السبرينج كريت لي باكج جديد اسمها كنترولر. مجرد ما تعمل دوت معناها جوه، يعني السطر ده معناه الكوم ده فولدر، جواه فولدر سبرينج، جواه فولدر ثاني اسمه كنترولر. فينيش تمام. محدش مصدق هقول لك تعالى معايا. هنروح على البروجكت بتاعنا اهو سبرينج اف سي، هنخش على السورس كوم سبرينج كنترولر. شايفين اهو كوم سبرينج كنترولر. تمام جدا مفيش مشكله. هنروح جوه الباكج بتاعتنا هنعمل كلاس، هنطبق اللي احنا عملناه. هقول له كلاس اسمه مثلا مين كنترولر، زي ما انت حابب سمي. تمام اهو. حلو. هعمل بابليك خليها سترينج عشان هترجعنا سترينج. خليها ايه بقى؟ مش نيم، هخليها مثلا مين ولا اي حاجه مش مهم. تمام. هقول له ريتيرن. ريتيرن ايه بقى؟ اسم الايه الفايل بتاعنا اللي هو اتش تي ام ال. هقول له مين بيج اهو. جميل مفيش اي مشكله كده، بيرجع لي المين بيج. هحط هنا اد كنترولر اهو. تمام. وهنا اد ريكويست مابنج اهو. تمام. اد كنترولر هنا عملت بين من الكلاس زي ما اتفقنا. وتاني حاجه عرفت السبرينج ان ده الكنترولر بتاعي. اول ما تروح في اليو ار ال بتاعي تعالى اخش جوه هنا عشان تعمل لي المابنج بتاعي. بقول له هنا رجع لي الفانكشن ديت في حاله انه يدخل لي باك سلاش. باك سلاش بعد ايه؟ بعد اليو ار ال اللي اتفقنا عليه. حلو كده تمام. هو دايركت هيروح يبص في فيو، لان احنا في الكونتينر عاملين ايه؟ عاملين البريفكس ده مكان الفايلز، هيروح يبص فيه. والله لو موجوده هيروح يشوف الايه السافكس، موجوده خلاص رجعها لي. طب لو مش موجوده هيرجع لك ايه؟ طبعا ايرور. كده احنا ايه بدانا واشتغلنا كل حاجه تمام. المفروض نرن البروجكت يرجع لنا ايه المين بيج. تمام. في حاجه قبل ما نشتغل ايه؟ طبعا ما تنساش هنا في الكونتكست كومبوننت سكان الباكج اللي هيعمل عليها سكاننج عشان يشوف الاوتنتيشن ما تنساش تحطها. فهحط ايه كوم دوت سبرينج. تمام. كوم دوت سبرينج اهي. هنعمل ريفرش اهو. ركزوا معايا. كوم دوت سبرينج جواها كنترولر. تمام. فدي الباكج اللي ايه الكنترولر موجوده جوه الكوم دوت سبرينج. تمام. اذا لغايه دلوقتي تمام مفيش مشكله. كده احنا المفروض جه الدور ان احنا ايه ان احنا نرد. طبعا احنا قبل كده كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين الايه التوموكات مع الاكليبس وكل حاجه تمام في الاول خالص. تمام. كل اللي هنعمله دلوقتي هنروح نعمل ايه على الـ على الـ البروجكت بتاعي. هعمل run as طبعا run on server مش جافا ايه application. احنا دلوقتي شغالين ويب، هنرن على السيرفر اهو. هقول له سيف، هيعمل لي run على السيرفر، هيجيب لي اهو التوموكات next. تمام اهو السبرينج ام في سي. لو هو موجود هنا خليه ايه؟ خليه هنا واعمل فينش. ركزوا معايا. طبعا بيقول لي ايه؟ starting tomcat server at local host has in corrected problem. تمام. تعالوا نشوفهم المشكله بسبب ايه. اول حاجه روح اكتب في السيرش عندك في تحت، اكتب سيرفيس. تمام. هتلاقي عندك اباتشي tomcat 9 شوف running. تمام. اعمل له ستوب. تمام.
كده بقى ستوب. تعال نعمل ران تاني ونشوف هل المشكله راحت ولا لا. ران از اون سيرفر فينش برضو زي ما هو. اذا عندنا ايرور في الايه؟ في الفيرجن ذات نفسه. تمام. فركزوا معايا عشان ايه؟ عشان ما تلخبطوش، عشان لو في ايرور حصل معاك في السيرفر بالذات ما تلخبطش الدنيا، عشان لو الدنيا باظت فعوض ربنا عليك، هتحتاج بقى تعمل انستول لكل حاجه تاني عشان كل حاجه تظبط معايا. فالمشكله بكل بساطه انا هروح على السيرفر ده اهو، هخش على التوموكات. جميل. هروح على ايه؟ على السيرفر دوت اكس ام ال. البورت بتاعي خلينا نخليه ايه؟ 90 90. تمام. هنشتغل احنا على بورت 90 90. هنعمل كنترول اس، ما فيش اي مشكله. تمام. خلاص كده المشكله بتاعتنا اتحلت. هنعمل كليك يمين، ران از، ران اون سيرفر، نيكست، فينش. تمام. اهو هيعمل ران، ما فيش اي مشكله. تمام. طبعا هنا بقى ايه بيقول لك نو مابنج فور جيت، هو مش لاقي الايه المين بيج دوت اتش تي ام ال، مش لاقيها مع انها موجوده. بيقول لك ايه نوت فاون. اذا برضو كده السيرفر شغال، عندنا ايرور بقى ايه في الكود بتاعنا والمابنج بتاعنا. تعال نشوفهم هنقدر نحلها ازاي. فبكل بساطه انا هنا الكونتينر بتاعي او السبرينج مش بيتعرف على ايه؟ على اتش تي ام ال. فخلينا نشتغل جي اس بي. تمام. فانا ديت هحذفها اهو وهكري جوه الفيو جي اس بي فايل اهي. تمام. هسميها مين بيج. تمام. هعمل نيكست او فينش. هقوله هنا ايه؟ اتش 1 هاي اسلام. تمام. ده ايه؟ ده فايل جي اس بي. تمام. الاول هروح فين؟ هروح في الكونفجريشن بتاعي هغير اتش تي ام ال هخليها ايه؟ جي اس بي. جميل. مفيش مشكله. لو رحنا هناك عملنا انتر اهو، خلينا نعمل ايه؟ ري ران. هنعمل كليك يمين اهو، ران از، ران اون سيرفر، نيكست، فينش. هعمل ريستارت اهو. ركزوا معايا، قال لي برضو ايه نوت فاوند. نوت فاوند ما هوش لاقي ايه؟ ما هوش لاقي المين بيج بتاعتي. ليه؟ عشان احنا ممكن يكون عندنا هنا ايه ايرور. فتعالوا مع بعض نشوف الايرور ده بسبب ايه. فده ايرور بسبب بيقول لك ان الجافا اكس سيرفلت اتش تي بي اتش بي سيرفلت مش موجوده في الايه في اللايبراري. احنا ما ضفناش الجارز. فسيبنا منها دلوقتي، سيبنا منها دلوقتي. الغلط عندنا فين؟ الغلط عندنا بكل بساطه في المين كنترولر. تمام. احنا مرجعين مين بيج. تمام. ما بينهم داش. هنا مين بيج مش ما بينهم داش، فخلينا نشيل الداش. جميل. مجرد ما نشيل الداش كده ما فيش اي مشكله. نعمل ران تاني اهو، نيكست، فينش، اوكي. هعمل ريستارت اهو، بيعمل ريستارت. تمام. مفيش مشكله. قال لي ايه؟ هاي اسلام. اذا دلوقتي عندي دي المين بيج دوت جي اس بي، ده الكنترولر بتاعي زي ما اتفقنا، ده الكنترولر وده الجيت مابنج. مفيش مشكله. رجع لي المين بيج، وطبعا لازم ديت تكون نفس اسم البيج اللي انا هرجعها. تمام. طبعا هنا البريفكس هو راح على المكان بتاعي وراح حط لي الاكستنشن. اذا بص هاخد دي اهو عشان اوضحها لك في الاخر خالص اهو. تمام. بيبقى ايه؟ ويب انفو هنا اللي هو مكان النقط، ده اسم الفايل، وفي الاخر دوت جي اس بي. اذا ده هو اللي ايه؟ هو اللي بتحكم فيه. مفيش اي مشكله، واتمنى تكون المعلومه وضحت. اذا ده بكل بساطه يا جماعه الايه الكونفيجريشن، وعملنا تيستنج وكل حاجه شغاله، وقابلنا مجموعه من الايرورز حلوين جدا برضو استفدنا وحليناهم. طبعا ده يا جماعه مش ايرور انه ايه يخلي البروجكت مش شغال،
لكن البروجكت اشتغل وكل حاجه. الايرور ده ان شاء الله هنهندله بعدين مفيش مشكله. لغايه دلوقتي تمام جدا. فانا هروح تمام هروح ارفع الفايلز على جيت هاب برضو عشان لو احتجتها. هقول له جيت اد اول، هقول له جيت كوميت، هقول له ايه تيستينج كنترولر، وهقول له ايه جيت بوش. تمام هعمل بوش، هروح هناك هعمل ريلود، هروح اهو هلاقي ايه تيستينج كنترولر وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.